رجعوا تترنى والناس كل رو ايه لغلب بعد التبيخة اللي كلها عمار مش عارفين يكون متراسي ايه هكاكا راه وريني لا 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 مش كيك زيد غير اخشن اجود اخشن لا اخشن شوي مش ليغم ليش لا مش ليغم ولحية اما مش كي لحية اقل اقل من لحية يظهر لي عنده بني عنده بني ايه هو شبه مريق شكون جي قبل نواري بلون ولا عمر شيد جيو مع بعضهم انا كنت شكك فيه راديو عرفتهم كلي باللمبوبة هذوكم هم ويجبد على مالتا يعطيك الصحة عم فرجاني هاك تعرفوا مليح خدمين مع بعضنا من قبل انتي ما نعرفش من ريت يمكن بون عم فرجاني نيجي سيف هل بورتري روبو اي شفتو سي عمود انا بعثتولك تصوري هزنا البيست هذايا ما نصورش سي ان بو مسيو تو الموند نجم هزنا الفوس بيست يا عم رشيد يا رجب يا عمار سي بون لقيناه لروس قال لك تو موجود في حي نرجس عندي لاديس اكزاكت تري بيان ديسون تو سويت امشي 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 سيف واي جمعنا سيف واي ليه سي بون لازم شنيا سي بون مش حيت كلتها بتمشي معانا هاي سي حمود في بالي بكل شيء سيف في بالي حتى بالبورتري متاعو وذايا اللي انتي قطعته وخبيته وحطيت لنا بورتري اخر والتيست ديان اللي انتي زيفتهم انا رجعت لهم وربطت الخيوط اما خيوط عمار انا خيوط مخي بدأت تدخل بعضها ماني فاهم حتى شيء تعرفوا لكلكم اليوم يا روسي بابا كان سكاجي كان ديما يضرب فيها ينوصل للطلاق عمرنا 8 سنين خيرونا قالوا لي تقعد هوني مع ابوك يا تطلع لروسيا مع امك خويا سفيان متعلق ياسر بامي مشي معاه لروسيا وانا انت ماكش عبت انت اخترت ابوك اللي يضرب فيك اللي حرق لي وجهي بيت فينا في الشوارع يا عز البرد اخترت شكون انت ما اخترتش فوق سيف عمرشيد سيف سيفو سفيان زخوة دوبل امباكت تمشي عمرشيد تمشي عمرشيد سكيزوفرين